يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب لطواف الإفاضة ليلة 12 بعد صلاة المغرب ثم رجع إلى منى لكنه لم يصل إليها إلا مع الفجر، فهل عليه شيء في عدم المبيت تلك الليلة؟ أدام أنه رجع إليها قبل الفجر وصلى فيها الفجر هذا مجزي، يجزي هذا إن شاء الله. نعم. يقول لا سيما وأنه حبسه السير ولا استطاع. نعم.